منصور معانا نعرف برضه منه اخر عليك اخر طبعا. التفاصيل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ سيف، والف مبروك. مبروك، الله يبارك فيك يا فندم. مكسب للاتحاد ومجموعه كلها مجموعه متميزه، وانا في راكب عربيتي مش شايفك، لكن عرفت ان معاك الكابتن المحترم محمد السدي. ربنا يخليك يا فندم، وحشنا جدا جدا والحمد لله على سلامتك. اسد الصعيد. الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك. واشكرك على رسائلك يا حماده وتليفوناتك. والحمد لله على سلامتك، والله وحشنا جدا. الله الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. خلاص طلعت من الماسوره، كنت مستخبي في ماسوره. طبعا طبعا يا فندم، في البدايه بنبارك لحضرتك على انتهاء الازمه الاخيره، وبعدين قبل ما اخد حضرتك بقى على ملف نادي الزمالك الكبير، عايز اعرف راي حضرتك بكره في لقاء الاهلي، الوقفات الاحتجاجيه، عوده الدوري، حضرتك مع التاجيل، مع ان احنا نفتح حوار والدوري يعود، ولا ان احنا نفتح حوار من غير رجوع الدوري؟ يا بص يا سيف، انا بس ليه راي في الموضوع ده. اتفضل. شباب الالترز ده شباب صغير لسه طالع، ورد لسه بيتفتح، كلنا مرينا بالسن ده. ما ينفعش يتعامل بالطريقه دي، انهم بياخدوا بانجو، انهم مجرمين، انهم بلطجيه، انهم مش الكلام ده مش هيجيب نتيجه معاهم. وبعدين انت مشكله الالترز اذا كان في نوع من التعصب زياده عن اللزوم في التشجيع، فالعلاج مش الالترس، العلاج لازم المدرسه والجامعه والاب والام ورئيس النادي والاتحاد والاعلام، كلنا مسؤولين اذا حصل التجاوز. ولازم نفهم الشباب دون ان في فرق بين التشجيع والتعصب، شجع كما تشاء، اما التعصب سواء في الرياضه، تعصب في الدين، تعصب في السياسه، نتيجته مش هتبقى مظبوطه. فانا شايف لازم نقعد الاول، لانك انت طريقه العلاج خطا. انت بتعالج واحد بيقول لك انا عيني بتوجعني، فانت بتقول له ايه؟ انا فخيت لحيانك الثانيه، ما ينفعش الكلام ده. هو عينه بتوجعه ليه؟ لان هو صحى الصبح من النوم يوم الماتش بتاع المصري، وبرضه عايزين نفرق بين جمهور بورسعيد المحترم وشعب بورسعيد المحترم والناس اللي ارتكبوا الجريمه، عشان احيانا الناس بتخلط يعني. شاب طلع خد مصروفه من مامته او من باباه، طالع فرحان لابس تيشيرت النادي بتاعه عشان يشجع فريقه، من هنا لبورسعيد في القطر حوالي 5 ساعات تقريبا. فجأة لقى زميله اللي كان في القطر فرحان معاه، اللي هو بيحضر معاه كل المطوشه، جثه هامده. هو ما شافش ده قبل كده. ده لازم تحصل له صدمه نفسيه وصدمه كل حاجه. فما تجيش النهارده تقول له نفس المدرجات ونفس اللعيبه اللي انت كنت رايح تشجعها، وحصل الواد دول ماتوا بسبب، ما هو ماتوا بسبب اللعيبه. تقول له احنا مالناش دعوه بيك، احنا هنكمل الدوري. فلازم القعده دي كانت من زمان، ولازم يفهموا ان في فرق بين القاضي اللي بيحكم على المنصه. طب هنفترض القاضي اللي بيحكم على المنصه دون حكم بالبراءه، وده احتمال وارد مظبوط. طب احنا الحل ايه؟ فلازم لو نقعد ونفهمهم ونوعيهم ونقول احنا ما دام عندنا قضاء محترم وعظيم، احنا بنعتمد على ربنا وعلى القضاء، وتقعد. لكن مش هتتحل المشكله عن طريق الاعلام، ان اللي يطلع يشتمهم، واللي يطلع يطلع خيارايه، واللي يطلع يطلع جزرايه ويهرج. وبعدين في النهايه، هل قرار عوده الدوري يا استاذ سيف انت عايزه مجلس اداره اتحاد الكوره في ايد شباب الالترس ولا في ايد الدوله؟ في ايد الدوله يا فندم. يبقى اذا ما تكلمنيش على الالترس وتقعد تقول لي هم اللي مش راضيين، هم اللي راضيين. ده في ايد الدوله. انت النهارده انت شايف ان الولاد دول على حق او مش على حق؟ فانا رايي لازم وزير الشباب، وزير الرياضه، اتحاد الكوره، لازم اساتذه علم النفس، دكتور رخاوي، الدكتور احمد عكاشه، لازم الناس كلها تقعد. يا بيه انا راجل اول ما دخلت رحت اشتغلت في اسيوط في تجربه وادي المدارس. اول حادثه جات لي لما رحت شفت الجثه، انا قعدت اسبوعين مش ما بيعرفش انام. بعد كده بقى رحت بقيت اروح المشرحه واشوف، لكن تخيل دول اول مره يشوفوا كده. شوف ايده مات قدامه. عند حضرتك حق يا فندم والله، صح. لازم يبقى ده الحل. ده الحل. فيما عدا ذلك هتهاجمهم، هم شباب صغير. لا مفيش فايده. هتقول غصب عنك هرجع الدوري، هنعمل وقفات، واللي ده مش هيجيب نتيجه. مفيش فايده. والدوله تقعد، وزير الداخليه يقعد مع وزير الشباب، مع رئيس الوزراء. هو الالترس هو اللي قال لك في ايده القرار ولا في ايدك انت القرار؟ كونك انت مش قادر تاخد القرار متحملينهم، مش هم المسؤوليه. تمام. اوعى تحمل شباب صغير تطلع المسؤوليه، وكل انا بشوف طبعا متابع يتشتموا وبلطجيه وبانجو وبيصلوا. لا لا، شباب محترم يا فندم. لا شباب محترم. كل ده مش هيبص، كل ده مش هيجيب نتيجه مع الشباب الصغير ده، وكلنا كنا في سنهم. يعني انا النهارده كان واحد بيقول لي ايه؟ كان على فكره انا من شبرا، فكان نادي السك الحديد ده في جزيره بدران جنبينا يعني. خلاص؟ فكان بيخاف لما يقول لي ما تروحش الماتش، كان بقى انا طبعا زملكاوي. لا دي ما يعني انا متاكدين منها يا فندم، دي ما فيهاش سؤال. لكن ما تروحش الماتش، لا كنت بروح.
ليه؟ لان دي كانت متعتي. ولو شفت انت بص في ناس بتغير دينها، في ناس بتغير ستاتها في الجواز، في ناس بتغير وظائفها، في ناس بتغير شكلها، لكن استحاله تغير الفريق اللي بتشجعه. هات لي واحد الفريق اللي بيشجعه، يعني الاهلاوي بتولد اهلاوي لغايه ما بيموت اهلاوي، زي نفس القصه الكاوس مع الاهلاوي، حداوي مع الاهلاوي نفس القصه. فيعني يعني انت تقدر تغير اي حاجه الا الفريق اللي انت بتحبه وبتشجعه. فهم حاسين يا سيف، هم حاسين ان زملائهم اللي ماتوا دول ماتوا عشان الفريق ده. طبعا. طب انت هتجيب جون تفرح ولا تلطم ولا ما هو انت برضه لازم تحل المشكله دي. انا مقتنع يا فندم تمام بكلام حضرتك ان هو الحل الوحيد هو الحوار. هاخد حضرتك يا فندم في ملف تاني، وملف نادي الزمالك. اعلنت حضرتك ان انت نازل انتخابات نادي الزمالك، ولقينا برضو ان في يعني واضح ان في علاقه. ابتدى المجلس الجديد بيدعو حضرتك على احتفال قريب، وحضرتك رفضت تخش النادي، قلت لا انا مش هخش غير مع قائمتي او مع مجموعتي. هل فعلا الكلام ده مظبوط؟ لا فعلا. انا يوم الخميس كنت في النادي، ودي مناسبه ان انا اشكر يعني في الازمه اللي فاتت دي اشكر زملائي المحامين، بشكر قضاء مصر العظيم، بشكر طبعا ربنا سبحانه وتعالى الاول، بشكر اسرتي المحترمه اللي وقفت معايا، زوجتي بوقفتها، اميره بنتي، جوزها المستشار هشام الرفاعي، احمد، مرتضى، ايمان، تعرف ايمان مرات مرتضى يبقى جدها، محمود بدر الدين اللي هو اول مذيع، الراجل اللي هتلاقي صورته عندك في اتحاد الكوره غني عن تعريف. بشكر امير، مرات ياسمين، كل الناس اللي وقفوا معايا بصراحه. وبعدين ناس من الاهلي ومن الزمالك وقفتهم محترمه، رسائل كانت بتجي لي، التلغرافات لما ربنا كرمني، الفوت اللي جات لي من ناس كتيره. انا رحت النادي يوم الخميس، انا بصراحه يعني انا كنت واخد قرار مش هنزل انتخابات، لانه انت في مناخ انت بتشتم جمهور الاهلي. لو الزمالك فاز جمهور الاهلي بيشتمك، لو الزمالك اتغلب جمهور الزمالك بيشتمك، واخد بالك؟ انت مشتوم مشتوم يا ولد. طبعا انت بتكون راجل محترم، ويعني وكنت ومحامي ليك اسمك، رئيس محكمه وعضو مجلس الشعب وليك مكانك، بتقول طب انا ليه بتبهدل؟ ما احنا يعني احنا مش بتبهدل بس. لكن اللي انا شفته من اعضاء الجمعيه العموميه، الالاف المؤلفه اللي كانت مستنياني، الحمد لله. من يعني حتى كنت انا مستغرب، طب الطفل اللي عنده 3 سنين او 4 سنين ده، انا سايب النادي بقى لي 7 سنين، طب يعرفني منين عشان عايز يتصور معايا؟ الحمد لله بفضل ربنا، ده كرم من ربنا. فانا خدت قرار باذن الله ان شاء الله، لانها كانت غير المقياس يعني. الناس الاستقبال العظيم اللي شفته يوم الخميس، وانا بقول باي منافس ما دام الانتخابات هتبقى نزيهه، لكن كون انا بسمع ان فلان في قائمتي وفلان في قائمتي، لان لسه طبعا لسه على الانتخابات يا جماعه. احنا الانتخابات ان شاء الله باذن الله بتبقى في شهر 5 ان شاء الله نشر 2013، بيتفتح باب الترشيح انت عارف قبلها بحوالي 45 يوم، يعني لسه شهر 3 اللي جاي. فانا اتمنى ان النادي يستقر لغايه ما تبدا فتح باب الترشيح. وانا قلت قبل كده انا بمد ايدي، يمكن لو تتذكر كانوا بيشككوا استاذ سيف ان انا هتنازل عن القضايا. سياده المستشار، يعني وجهه نظر حضرتك ايه، وراي حضرتك ايه في المبادره بتاعه الاستاذ ممدوح عباس، ان هو يعني حب ان حضرتك تشرف النادي وتبقى موجود، ووجه دعوه لحضرتك انك تبقى موجود، هل دي يعني فتحه للتناحي عن الخلافات او فتح صفحه جديده؟ انا ما شفتش الاخ ممدوح من ساعه ما شفتوش، يعني قبل ما تنام انا انتخابات ما شفتوش، لكن لما هو راح المستشفى ايه، وانا طبعا في الازمه اللي انا فيها، امير ابني راح له، ولما اخته توفت وقعت له طبعا بكوارد، لان حاجه في الدنيا تستحق كل هذه الصراعات. لكن انا ليا اعتاب عليه وعلى الاخوه في مجلس الاداره. انا لما رحت في نادي الزمالك يوم الخميس، وكان ده معلن في التلفزيون في بعض القنوات الرياضيه، انا بس اللي زعلني ما كانش حد موجود يستقبلني الا اعضاء النادي، وده كفايه طبعا عندي. لكن انا كنت متصور ان انا عملت مبادره، واول يوم اخش النادي بعد المبادره بتاعت التنازل بتاعي، كنت متصور انهم كانوا هينتظروني. لكن فوجئت ان الاخ رؤوف جاسر عامل حديث بيقول لك اصل مرتضى منصور، طبعا في كلام عبث يعني، كان عايز يدخل مش عارف ايه في المخازن بتاريخ قديم عشان مديونيته، ده كلام هبل مش عايز اسمعه. مرتضى منصور ماركه مسجله يا استاذ سيف، مش ممكن انا اتبرعت بملايين لنادي الزمالك، واخد بالك؟ ادخل حاجات بتاريخ قديم ايه احنا؟ او كنت انا ما دخلتش النادي ده بقالي 7 سنين، يعني انا من 2005 ما دخلتش الا يوم الانتخابات، في كنا في شهر 10 2009، واول امبارح. فعايز اقول له يا اخ رؤوف اهمد شويه كده يعني، ويعني وزي ما انا قلت، انت جلال ابراهيم المستشار جلال عملت معاه مشاكل، الدكتور كمال عملت معاه مشاكل، ممدوح عباس اللي انت في قائمته عملت معاه مشاكل، يعني يا اخي انا لما اعمل مشكله مع كمال درويش وانا نائب بتاعه ما كنتش في قائمته،
واخد بالك؟ لكن انت ده قيمتك، فعايز اقول له اهمد ويعني ايه يعني هدوءا شويه كده. وفي انتخابات لو حضرتك عايز تنزل اهلا وسهلا اتفضل، المنافسه موجوده الشريفه، واللي يقدر يخدم النادي وعنده امكانيات يخدمه اتفضل. انا في 4 أشهر اعتقد ان النادي حتى شكله اتغير يا استاذ رؤوف، ومفيش طوبه اتبنت بعد ما مشيت وسبت النادي. عايز اقول يعني نادي الزمالك والنادي الاهلي لو وقعوا الناديين دول قول على الرياضه السلام، مع احترامي لكل الانديه طبعا، لان طبعا كل المنتخبات هي اهلي وزمالك تقريبا. وبعدين انا برضو يعني انت حضرتك في اتحاد الكوره دلوقتي وبتمنى بس حاجه واحده، لكن لو انت عايز، لو انت عايز منتخب قوي وانديه قويه لازم تمنع فريق المنيا عنده لعيب كويس اخطفه انا اهلي او زمالك. المحل عنده لعيب كويس بخطفه، ما هو المنافسه هتبقى قدام اهلي وزمالك. لازم يبقى فيه يا جماعه عد لائحه، عشان انا اولا لازم يتحط حد اقصى لاجور اللعيبه. ثلاثه كل الانديه تلتزم بيها، مفيش حاجه اسمها تحت الترابيزه وفوق الترابيزه. ليه؟ لان النهارده اللاعب مثلا بثمنه 500,000 الاهلي عايزه، انا بزود هو بيزود، هيقدر نوصل لملايين، والانديه فيها خرابه. يعني خلاص هو ده فندم سبب خراب الكره المصريه، هو اسعار اللاعبين والانديه والصراعات. الحقيقه يعني بتمنى لك كل التوفيق سياده المستشار مرتضى منصور في انتخابات، لهجه جديده الحقيقه، يعني اول مره اسمع سياده المستشار هادي كده. يعني كل التوفيق طبعا في الانتخابات. سياده المستشار قال ان هو خلاص هيخوض انتخابات نادي الزمالك قصاد الاستاذ ممدوح عباس، قصاد المهندس رؤوف جاسر، بس قال انها هتبقى انتخابات محترمه وعلى الجميع عموما تختار الافضل. كلام محترم، كلام ما حدش يقدر يقول في حاجه. كل التوفيق لسياده المستشار مرتضى منصور. اعتقد ان المستشار مرتضى منصور